النجاشي أصحمت ابن أبجر بقر كي حبشبا النجاشي الأورنجري أصحم مقعيس ابن أبجر لما مات النجاشي النجاشي مركو بنتي كنا وحان وهين نتحدثك وكشا كيستو أنه شأن لا يزال إنه نكزول إن يرى إلا أركي على قبره نور قبره سئن النور ككعي. عائشة أم المؤمنين ما سلاتني عائشة أم المؤمنين علمنا علم كان هذا وكما تابعي تابعي وهي إذا ذكر تابعون تابعين تمركي لك شاكي وأنك علم كبورتا يسكبهم صحابي صحابي ونغنيا إذا عد صحابة صحابة هذه التي ترين صحابي ونغنيا لأنه زمن كان نبقى جوغي نبقى نبور رميه لكن مصنع رك نبقى تابعي زمن كان نبقى جوغي بالله والنجاش مرحبا مركا صحابتنا وابلغوا ترياي وهذا وقت نبقى جوغي زمن صحابة جوغي إنك صور نبقى مصنع رك راس النبي عليه الصلاة والسلام نبقى أيه رسالة إصناف صديقه رسالة نبقى قد للرسائل ورساله النبي نبينا رساله أصدر نبي رساله أصدر لحظة حديدين نجاشي نبي روا أصدر ولما اللحيق مركو حليل بره في غلعلا ومركو ننطيه صلى عليه الرسول ما كنت كذي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب ما كنت كذي جنازة الغائب ما كنت كذي مع أنه النبي لم يصلي أصدر على غائب سواء من جنازة غائب اللي كنت كذي نكي أبوه الرئيوان أصحابه إنه أصوى أصحابة ابن أبجروي المعروف الوي غاني بالنجاشي فتعالوا كاليا نقضي أنقين هذه اللحظات يعني دقيقة لهم المباركات يعني المنقصي عن المباركات البركية مع هذا العلم من كان وين بورتا الفد الفريد الفريد ومن أعلام المسلمين كمان كان وحوها لوالده أصحابه أصحاب أبيه وأبجر كاسوي ياسك بلي ملك بقر بوها للحباش حبش أي بقرها ولم يكن يعني أباها لله أسك ولد سواه عنه كلام ما دلي أصحاب بس أهو دلي فقال بعض زعماء الحبشة حبشة أرياشة يعني قار كمل وحيدة لبعض إن ملكنا منك أنك بقر كم نوع لا ولد له ولد عنك ومسكنا لغير هذا الغلام ويل كان موقي عنك المدل وإن ذلك أرنت أزنى سيفته وحو تكسينيا ويعني وتكسينيا في عودته أوديس والحال هو حي إن أولا قلين ورق بأنقرب تاغنين أسقوا أولين هذه الدنيا لها انتو جو انتو نولي هاي مبضعين أولين اسكمديها بحشيدي لكن انك هدو رق أولين قرب تاغنين وكا عدودي سحوق بين الأوديس ويقضي على ملكه ملكه يسنه واتقيا وادمنا يا إذا مات هدونت ويسوقنا وحناك حين يا إلى ما لا تحمد عقبا وحن رالي لقد نقول إني أيو ننك أن جارسين دون وحيلة وانين الأولاد في علهين وردنا ولهالك أن ننك أوكلية له ننك أن وحن نقول دون لبوغو فرك هذا ما الحم ونقش بدون أي هدو إنت يقول قرطة ينكتشن إليه واتلحهم بيقال سبه فحبذا قال يا بني هذه لو قتله أدله أنا سلامنا لأن كان أولاد بأنقبنا هل كانوا جاهز أدله وملكنا أنو ديبنا وأخاه ولا الكيس ولا الكيس وأصدق الله بس أنو ديبنا فإن الله وحوليها إثنى عشر ولدا نك ولا الكيس وحولي النبي التمويل يؤازرونه لمن كان يعني حوجين يوزيرون نغنى في حياتي إنتو نوليها ويرثونه ونحليا بعد مماته اللهم يتوويل أصبوا ضليه إذا لحنا قال يمشي ثريين بقرنبدي سواح سو دوانا يملهو ما شاء الله مرك كاس أنكو رجنه وما زال كمون الزولينه يوسوس الله مشيدان شيدان كيونه وسواسينه أيه ويبص في روعه قلب جود وكر ليه أيه من روعه شرتي في حتى قتلوا ملكهم أبجر ويدلل أنك أبجر أصحاب أبيها ويدلل وبايعوا أخاه ولكن ولم يبايعوا ذلك من بعده واحد قال لي أخبرنا كما دعينا ولكن من هذه اللون ديوه ولكن دمك كما لا أعطيها دائما لحلمة كوه ريكتين وإنك هذه اللي دليوه أي مرحبا واسكر على نقضة كوه ولكن سيبرك لم يبايعوا ذلك نشاء وبرباري أصحمة أصحمة وبرباري أصحمة أبيه والذي لسوما أصحمة يربى اللي دليوه
asxaabu marka wuu barbaaray fii kanafi cabdihi adeerkii hoosiisu ku barbaaray marka dee gurigii adeerkiibuu markaa ku biirayo iyo haddee aabo kalaba ma qabee wa akhadad yacni ayahay marxaban baraacibuhu tatafajacu can dakaa'in laamicin waay wa akhadad waxay guda gashay sharacad baraacibuhu baraacooyinkiisii tatafajacu inay kasoo dhumbarayso can dakaa'in laamicin yacni caqli aada u fara badan oo daa'id oo ifayo iyo waxadmin raayicin yacni qasad iyo go-aan yacni aada u weyn iyo wabayaanin mushriqin faseexo markuu hadlayo iyo washaksiyatin fadda iyo shaksiyo iyo ragnimo oo dee asagoo kalema aan la arkayn ninkii wuxuu noqday nin cajiib oo asxaba wax la midaba aan jirin waayo xataa malaa ilaah uu biciyey fu-aada camihi adeerkii qalbigiisi buuba qaatay icjaaba bihi wiilkuu la yaabo wa taqdiira limadaaya wiilka madiyooyinkiisi buu yacni yuqadirayaa uu fiirinayaa iyo wa tafdiilan fadlin lahu asaga calaa abnaa'ihi 12 wiilba wiilkana ka fadli batay uu ka jeclaadayba adeerkii wax la mid aba yani ma jiraba wiilkii waa uma waswasa shaydaan markii wiilkii wiilashii buuba ka hoos maray buu adeerkii wuxuuba jecelyahay wiilkaanu jecelay uma yani waswasa shaydaanu shaydaankii mar labaad buu wuxuu waswaasiyey maratan ukhraa lisaadati alaxbaash odayaashii xabashada faqaala bacduhum libacdin wallaahi ina anagu la naqshaa waxaa ka yaabaynaa an yufdiya mulku mulkigii inuu gaaro ilaa hada shaq wiilkaan sidoo adeerkii agtiisa ka yaaday wiilashiisiiba kanuu ka jecel yahay wiilashii oo dhan ka qiimi badan nin la mid aba yani nuguma jiro wiilkaan madaxnimada inuu helo asaga markuu adeerkii dhinto ayaan ka yaabaynaa wallaahi baan ku dhaaranay walain tama lahu daalika hadduu u taab noqdo oo madaxnimada uu helana layantaqimanna midaa wuu naga aara gudan doonaa sharantiqaabi wey soo ninkii aabihii aan dilay maaha hadduu madaxnimada helana hadde wuu naga aara gudan doonaa wuu nalayn doonaa kulligaan eber buu naga dhigay aya walayaqtulannanaa wuu nadilayaa ajmaciina dhammaan dhammaanteenu nalaynayaa jazaa'a maa qatalnaa abaahu aabihii dilkii aan dilay abaalmarintiisuu nalaynaya uma mallow way tageen ila lmeliki boqorkii bay u tageen wa qaaluu waxay yidhahdeen ayuha almeliku boqor yahow innaa anagu laa tadiibu nufuusuna nafta anagu diib kuma aha watadma-inu quluubuna quluubta anaguna kuma xasilayso ilaa idaa qatalta inaa disho moogi asxamata wiilkaan adeerka utahay inaa iska disho mooyaan ow akhrajtahu min beyni abhurina ama inaad waddanka ka musaafiriso oo meel waddamo kale ka turto ood cayriso waa ko fahaa huwa asagu daa ka weeye qad shaba wuu barbaaray wiilkii waa kana wuu soo kacay wa inaa anagu la naqshaa waxaan ka yaabaynaa an yantaqima minaa inuu naga aara guto jazaa'a maa qatalnaa abaahu dilkii aabihii aan dilnay faqaala lahumu lmelik wuxuu u yidhi bi-sa alqowmu antum qoon adinkaa ugu baas badan balaaye allah idinku ridi aaya laqad qataltum abaahu aabihii baa disheen bilamsi shalay wa tadlubuuna minii an aqtulahu alyowm ma asagana maanta dili leedii aabihiina shalay baa disheen wallaahi laa afcal ma yeelayo ui arga faqaaluu waxay yidhaahdeen idan naakuduhu wa narmii bihi khaarija bilaadina hadda waayo haddaad dilkiisi dhibsatay haddaba waan qaabanaynaa waan masaafurinaynaa meel kalaan ka tuurayna fa adcana lahum arintaasuu u khushuucay oo raacay calaa kurhin minhu wacajzin haddee yacni dadkii dhammaa ee odayaashii dawladda oo dhan hadday kusoo jeesteen madaxweyne keligii ma meel miisan karaa waa laga tuuri mogta hadduu soo taagee markaasuu yihi bal tanaaba dhaantee musaafiriya dil ma intaa dil lahaydeen bal halla musaafiriya waa lam yabni ma tegin calaa ibcaadi asxama asxamo masaafurintiisii hayru yowmin wa bacdi yowmin markii maantao kale la qaaday oo maanta uu maqnaa 12 meel kale laga tuuray beri oo kalena yacni beri oo kalena dhammaanay maalinkii labaadna mar haaf ay tahay xataa waqaca waxaa dhacay maa lam yakun fi lxusbaan waxaan la malaynaynin ayaa dhacay wa falaqad talabada lufuqu bilquyuumi dukni waay aya falaqad talabada aya waxaa iskorkoray takaasafad waxaa iskor fuulay al ufuqu jahooyinkii
بالقيوم الدكني ضرورة أول ربع عرك إسقفصدين مالك اللواد مالك اللواد مه مالك اللواد عرك ونبع ضرورة إسقفصدين ووين وأنت يعني أيوه كلام العرك كو وهاجت السماء بالسواعق وماجت سمدي يعني وحا يعني مركز دروس إسقفصدين ومقدري عرك وشفت أنتو صورني وحا نذكر ساريهين يا هدنا يعني وحا ضعيون يعني بالكر يعني جعب اللي يرادي يهنقر يبلاي وبصوب عي جوج جوج بزي يرسو ذل كستو هاي سواني وسكو دعي ذل كستو يعني وحصل عي بالصواعق وما جدوى ثم سقطت إحداها باشا جعبه دعي سيمت كملا يعني على عمه الحزين ويلك لما سافر يا ذلك أذلك مروكسناء على فراقي ويلك مسافرين في زمان رالك هين أي يكون عليه فأردته قتيل الوجه جعب صون عليه بقرك أذلك سامي مضحك قد عليك كو وارد فهبل أحباش أحباش مرك ويك عين إلى أولاد الملك بقرك أولادي سيكوك عين ليحدوا إليه يعني لبا لما بايع عضانه إلى واحد منهم بالملك فلم يجدوا فيهم خيرا هل لن او خير لو ماشي قبان كرمك مجر ها لم يتوكي ويل بوا لم يتوكي لو ابرا اي لن لقو امين كرمه قانك وضنك مبلا فاشتد عليهم الكرب كرباني با كدرناتي وضاق في وجوههم الامر امر كما يعني كو اتكاري وان بل الله مالي ادقا قان مالي يعني كو ماشي وحما قبان كران ويلكي كليه وقبان لها وانيك ماشي لغا توري أصلاً وديدي في مصيبة كسر دنتي ولي واكر دباطي ما صعطه يعني أك سمدي وادم وواك هنكر كيف صعد عيو وحلا فلا لقرو وقد زاد ومضيقا عريري وحوزي زيادة وكربا أن بعض شعوبي وضمني يعني شعوبتي المجاورة للدرس كاهين قار كم من للحبشة همد وحيها مسي بأن تغنم الفرصة إليك غنميسته وأن تغزو ديارهم markay la arkaysay xaaladooda ku sugan yihiin ninkii hoggaankooda amirkoodina oo dhintay yaani nin kale qumar amarka qabtana la laayay ayay qasayeen oo qalalaysay ku jiraan qolii dariska lahaa oo dhan waxay habiyeen inay ka qadimaysaan oo la qabsadaan xabasha la qaso hadayba wuxu daay hoggaan lahayn laay ila weerar arintan hadda odayaashi yahdi yani oo wasaarada ay dawlad oo reeyay waxa markii hore sameeyay arinta way soo gaartay waxa la qoliyay ku dhawaade wadamiyadu ku dhawaade dadna way tashadayaan sidii la idin weerari lahaa faqala ba'du li ba'di mabarka waxa soo yiraahdeen wallahi innahu sa'di la yuqimu amruku amrki duma toosay wa yahfadu mulkukum mulkiyinu ma yaani ma hifdis ba yuma ila yaani ma wa yahfadu ma hifdina mulkukum mulkiyinu ahadu ahad ahad wa ghayru dhalika alfata wilka bal yara arhayn الذي رميتم به في الأمس أرسل المسافرين وطورتين في الحبشة حاجة حداد ودنك يددك أدنك لذهين فإن كان لكم ذي أمر الحبشة حبشة أرنت إلى حاجة من هدادك لذهين فأدركوه هلال أو واعدوه كسوعلي ونويلك هذا الرادي أو سوعلي بل أي ذنك مصيبة باسقة يكاد عليه آية ثم خرجوا في دلمه مركات الرادي وأعادوا إلى وضنه ودنك كسوعليهم ay wadanki ay ku soo celiye oo ninkii sare ay ka cabsanayay inay lahaayeen hadduu dhaqabsado uu dhalayni yaa ilaahay wuxuu qahri kaga dhigay inay ayuu gacantooda ku doonaan inay ku soo celiyaan ku saaran ay ku saaran wa wadacuu wayda jeer ala raasihi taaj taaj bay madaxa u galiyeen wa baayacuhu wayla mubaayacooda bilmulki wadacuuhu waxay ugu yeereen binajaashi fasaasa albilaada bilaadii buu yacni hogaamiyey weeye saasa albilaada دبر أمور البلاد بلاد أمور تهذيب وقامية بالحقنة هي والحكم بالحقنة خبرة هي أقون هي والحكمة حكمة دون وأراح العبادة أدومد بأراحية من الإلدرام هي والفوضى فوضى هي قلق دعاية كدوريجي ودجيوي وقامك من الوريجي ويحو نبو كلام ري وركاسو وملاء الحبشة وحكم بحيه حبشة ونوح وكب بحية عدلا إيا وخيرا بكب بحية عدالة إيا خير بعد أن امتلأت مركي كب بحستي ظلما إيا وشرا مركي ظلم إيا شر كب بحستي يو عدالة إيا خير كب بحية وي مرحبا مر انتقام لبؤسة سمينين كوي آبيه دلي وصدها سمينين وحبا كبور سمينين
عدالت بو ودنك كو غابي لم يكن لم يكن النجاشي نجاشي موسى سجن يستقر انه كسود على كرسي ملكه حتى بعث الله الى اله صادر النبي ونبي محمد صلوات الله وسلامه عليه بالدين الهدى والحق بركا وبورتوين قبصني نجاشي ما نبي الى صبحه عليه الصلاه والسلام بعثه النبي واخذ المهديون مهديتي وحي قدقل وحي قدقل السابقون الى الاسلام اسلام كوهر مري كوي مهديين تي لهنوني يعني سابقين تي اسلام كوهر مري يعني يستجيبون الى اجيب يا له نبي واحدا اثر اخر النبي اللي سوبخي مهديين تي اوري لهنوني سابقين تي اسلام كوهر مري يا نبي اجيب يا واحدا بعد واحد يسر بينهم فهبت ويك على قريش وقريش تلحق أيضا هليشينيس بهم أيضا الأذادب وتنزل بهم كنت جنيس الضر الضر قريش مركا وحكا شقيسي دفكا المسلمين تهي إسلامي سنة عذاب الهائن ودين تهي وقال رستاقي الهائن وقال لمن أبو سعين الهائن فلما ضاقت مركا عذية عليهم تشعر ومسلمين تهي مؤمنين تهي يرين مكة ومكة بما رحبت وافع لماذا يدي للقبه وأنزل بهم المشركون قالوا أي كنت جيئت من الأذادب ما شيء يزلزل يعني الزلزالين يلوليو الصمة السلام ويبوره وهوين قال لهم الرسول وحوي رسول كعيني صلوات الله وسلامه عليه إن في أرض الحبشة أرض الحبشة وحاكسوا الملكة من بغرة لا يظلم أحد قفنا ألا دلمني عنده أكتس فالحقوا ببلاده بلادي سهلالة واللذوب بحماه نكاس حميهسا هي يعني دولتي سمدنقلا حتى يجعل الله إلى إلهي لكم ذلك من أمركم أمركين فرجا وإذيا ويهيئ إلهي ذي الديار لكم ذلك من ضيقكم عريركين أن مخرجا وحاذا وقبح إلى إذيا ما الله وحاتى يرقب المهاجرين مهاجرين تجمع عضوه الأولين أهري إلى أرض الحبش أرض الحبش يهجر سواء هجرتي أبوها الرئيس الإسلام كان عليه مش الرجل بهجرين يعني سنة خمس من البعثة بعثة سنة مركي نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لقد هي سنة شنكاه بعثة سنة كذي سنة مش الرجل اللي هذا أي أصحابه هجرين وأرض الحبش هجرين وهجرتي كوبان الإسلام كان عليه وكانوا حياة أصحابها 80 بين الرجال والنساء رجل يدور بيس هجرين فتذوقوا لأول مرة نعم الأمن والاستقرار فتذوقوا حين النبيين لأول مرة مركي أوري ومركي أرض حبشة تغيره نعم الأمن لمتقلية معان كذي والاستقرار سبناته مركي هكا تغيره وحيه لمتقلية إيه أمن آية وتمتعوا وحيكون راح يستند بحلاوة التقى والعبادة عبسنا إلهي عبادة معان كذبا يكون راحيتين دون أن يعكر صفو عبادة عبادة ونساف يعني أيضا أسكاع الوين معاكر أو يكدر أسكاع يعني كقد سيدين وكعلوين لحلاوة إيمانه مكدره عبادة ذبا وحيوها لفرصت وحققا سايا مجر وحنبا يئيو وحقلق القرين يئيو حلقا سيسي أمنيا يأغب الله بين مركة عبادة ذبا لكن قريشا قريشا ما كادت ميسى السجن تعلموا إلى الأقاة بالرحيل هذا النفر الثمانين ومن المسلمين يعني إلى المقلان جماعة المسلمين تهديتك بحيثانك أي بحير يتجد يتجد إلى أرض الحبشة ما إيسى المقلين هي واستقرارهم سقنانته يكسقن عليهم فيها أرض الحبشة حتى هبت إلى أي كعلي أي تأتمروا أيضهم بلين يسبيهم أيضا يعني مؤامرة بأم لجين لتقضي عليهم إلى كفليان يعني أو يعني أو يكون يعني كنت تكسيان كل عيان أو أمس تسترده إلى سوء عليان إلى مكة وأمرت به كشقيان وإن ملك يعني حمش بغرك حمش المدر وهو أمر الله أيه أما وسوء عليا وكسوء عليا مكة وعذاب كريد وحلو عليا هذا أي أرسلت قريش وقريش ويدرت إلى النجاشي فقر النجاشي من وحيود الرجلين إلى منه ومن أفداد الرجال يارجع ولا كوا جفر للسنة واي ذكاء حق النكتة يو يعني حم يعني وحنكة حق يعني خبرة يا أقانتا هما عمر بن العاص يو عبد الله بن أبي ربيعة عمر بن العاص ذكي لا ليش لا يقانه
يعني من دهاء العرب بالنجري يعني حق يعني خبرها إيو يعني عجائب عقل جيسا يأوحكو هياب نقال إلى عمر يعني بن عاص عمر بن عاص آد بيس لأن من يسؤد هذا سنة عن 70 من الهجرة سنة تضباد الهجرة أي سوى إسلامي مركا أيضا مالكا سيدا أنا وسنة يعني 5 من البعثة سنة يتمنى سنة كدبوا سوى إسلامي مالكا أيضا أوتري أي وغدا وين إنه إسلامي مالكا ومجيز سوى إسلام قدروا قولي لهم كسقين يا مالكا أي مركا أصلا على دورتيه من آد أفصح بدن وها من آد أقرح بدن وها حق جمالك عمر بن عاص عمر بن خضاب هذو يعني نير فرح وارك وحديجري يعني خالق عمر بن عاص وهذا واحد الهي عمر بن عاص أبوري نين كان أبوري وأون هاله وقو أي ساسو ديجري نين قرح نساكو أبو عمر بن عاص نين فصاحب بلن وواها ونقبغا من ذا كلا نين ركا كجمع صلو وحوها بغر نجاسي صحبة كدحي سيو يعني نين بعمستر وتجاري سوا هايو وين يسيقاني بغر عبد الله بن أبو ربيعان نين لم يدو أصوري نين أصور وعقل بضل وعجيب والله ولا نبى على دريبر وبعثت ويدر في قريش معه والله ولا نوحي رئيس بهدايا وفيرة يعني هديين يعني يسواد آل أفر بضن يلي النجاشي وبدارقتي نجاشي يو يعني وزردي في يعني قوة قيسس كي دولة قوة نجي وزردي ومن يا هدي الله لدياري لدياري كو ومما كانوا يستدرفون وحي آد وجعلائيون من أرض الحجاز كإمار روك الحجاز وحلقا كينا وحي وجعلائيون يالو دياريو فلما قدما الحمشة مركة قلان بادرا ويلدر ديان وعمر بن عاصي عبد الله بن أبي الربيع إلى لقاء البطارقة انت إلى هرت بقر كي أتمين يي بطارقة دي يعني ورقي هو صدر ولحظة هابي أتمين قبل أن يلقوا انت إلى لكل من أن جاشية ودفعوا أدبن إلى كل بدريق بدريق الأركو هدية وهدية يسمى فرتك سعره وقال له حوي لاله ولا لوسيا إنه شأني قد حل في أرضكم دلكي لو حصوا قلائم غلمان ويلال يرير أو مسفها إن أخوة أني عقل قاب كها سبعوا إيشي وقوة سبعوا إيشي عن دين آبائهم آبيالكو دين توريبا كإيشي كتك إيه أجدادهم أو إيالكو ومذقوا حيكل الدلاعيين كلمة قومهم قوم كودين خياط بي كردين ودين عصبة قادم وحان لا قولي بي لي مالي مركا بقر كان ربنا إنا كلاها ظلمي فإذا كلمنا الملك بقر كان مركا لها ظل في أمرهم أمر كودا فأشيروا عليه إشارة بأن يسلمهم إلينا إنو نودي ويا إقعانت النوغلي دون أن يسألهم عن دين أصوه وحبه ويدين دينتي إنو محيط هاي محال إذن محاد ولتين أصوه ويدين إلا وإلا مركا هذا كأنه كبح نبو إنو يلاذ علي أمر لقب عيو لينا كسار وطنك ودي من وكان مركا سيدات عمر وقرم يا حسين لي أصوه أيضا لقى قادر وحورا لقى قادر وحي أقيم هذه لوضع الله يسلم ورسوله عمر بن عاصي إن كان وفدي قريش صادر تاني لويدي لمن كان لويدي ولوضع الدعوة وقاضه إن حجر كيه لا يبوي ما كأيوه وحبل لويدي نما ربنا من بقر كون العلي ها إيوه لويدي يا مرمنا ما ها وح لويدي الدين تولى بها ورثنا ما ها لا ورثنا فإن أسراف قومهم بأسر به قوم في أي كبر سين رجوا لأضياسه وحجرت كاي أقنت لها يعني الدين تولى يعني يكون خلافين وحبا يعني قلي وينه أدينك ما فهم إنسان واحد وطن واحد أدينك الدين ديننا موافق ذنو تأمين موافق ذنو مركا أيضا إذن كي يقانوا وأعلموا بما يدينون واحد كدين يلما يالي وطانا أسرافقون كونا إذن كي أبوا دخل عمر بن عاص وقال واي بطارقة يودن قاب يعني واي هاي بدهن نيو البحيري ملك وانو إشارنا آه اللي مكان نيو ودن قاضي مكسو عري معي أنك خلق النو قلنا يعني هكذا دخل عمر بن عاص وقال يا عبد الله بن ربيعة على النجاشي وسجد له وسجود كما كان يعني يسجد له قوم سي قوم كي سوى وسجود جنا بقر قال له سجود جنا وسجود وسجود بين المسلم فرحب به من النجاشي نجاشي وسود ويه أجمل ترحيب سود ويه كي أقرح بنا ولما كان وحي هذا بينه وبين عمر بن عاص ومن ود سابق يعني رفيق نما يا صاحب نما فريبا كده حيث ثم قدم ويقدم له أسأل الهدايا
هديه بي اقدمين اي مصفوعه حاليتها مد لغبوحي مملوءه اي يعني مصفوعه اي مصحوبه مصفوعه اي مصحوبه حاليتها مد لصاحبي بتحيات كبار رجال مكه هديه بي قعد مركه الله مر علمك سلامين او سو دويه او فريسي يا هذا هديه قعد كسارين هديه مركه وحا لا سوتو بتحيات كبار الرجال مكة أضياشة بسلام تهدين لك قبالي هدية قبو هدية وحالة سعودة أضياشة في مكة أضياشة سلام تهدين لك قبو وعلى رأسهم أضياشة وحاو قامون يرجع أتقاني أبو سفيان زعيم قريش واي أبو سفيان ابن حرب يعني يرجيسي يعني سلام تهدين صفر يعني أبو جهل يعني عطبي رجي ووناء لأمان أهوه مركة سلام تودي ويا رجال قرش فاستضرف هداياهم هدية يجب آد ولا ضعي كمقصودي وعجب بها والعجب قلي ثم كلمه وإلى الله فقال وحيدا أيها الملك بغر يوم إنه شاني قد أوى إلى ملك مملكتك قد أوى وحاوصه ضمي وصوق إلى مملكتك مملكة هذا يبغرتوني هذا نفر جميع ومن أسرار غلماننا بل لن يرده أن كوي أغشر بضاء وحبا موريان تيني أمبا إسوس وحضيه كسوء آدوا آية قد فارقوا ديننا دين تأنيز من خلافين وكبحين ولم يدخلوا في دينكم دين تينينا ما يسوكل المين هدي دين إيمان نيان هدي دين تينا قلان وقاتا وحبايا حالي مركة تينينا ما سوكل كو وجاءوا وحي لي مالين بدين دين دين تقول الله أن نعرفه نحن أنه أنا أقول ولا تعرفون وأنتم أذكرون أذكرين قرني يا أنكم ما يعني آية أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إلى الموت وهذا صدق بقول يلحد الإله ما هو كعبنا جارك أتى تلزما مركز النبي يقول هل إله بل عبده ما إله يالك مبهر كبير ولا وهو حيام آية آية ما سمعنا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وحاس وحن ديني وركم مغلبة هل إله باجره دين أنكم مغلبة وحاس موسى ما هذا موسى هذا إلا اختلاق وافتراء إبان آي ساسلين مركب وحن دين أنا قلنا أن أقولن أدين كون إن أقولن بيوطان ولي مالي وقد بعثنا وحن صادر أشراف قومنا تلك أن أرياشي يسألونك وحي كاع عطسانيان وكويديسانيان أن تردهم إليه إلى سعلس هاي كي يابين قريش تذكر المسلمين تي عجيب كي دين تودو كو أدغا دي ودن كالاتقان ودن كاثي كثمانيان ودد فربضن بالراعي وهدو مركز هدو فنانك اللوغة إيمانيا وإسلامك مركز وحي ميسا كسو علي وليهين وحي ربان دين تن إلي ميسا كو عبريان ومكاين صور نافين كو أبري كو كو نمهالكاس أي يكون عليان وحي الله وطال العلقان فهم أيهو برك إنا سوعي لسي كاعصن يا رياسيني فهم أيهو أعلموا أيها يعني كاؤوه بما بتدعوه وحي كوان يعني سوء يعني لي ما دين وصوب بالعبين ومن دين دينا وما أحدثوه وحي سيد الريان ومن فترة فترة فالنظر النجاسي والنجاسي وفيري إلى بضارقتي يعني فجي وزرد هاي وردن يلا تلياشي سبا فرديو يا قيساسكي يكوي دين دي يقاني وردن بادرياشي رجل أن أبا فدي وارك كري لا سوى ذل الرسول إذا أي أدوك يشارون ساسو في ريا فقاء مركا أي ولا تسمع هي أريد أن لا سوى جدي أحد ده فقالوا حين أن دمانتون صدقا رم بشيجين أيها الملك لا ولا نين وفد يورنتون فإننا أنجو لم نقف على دينهم دينته لما من قالنا الذي أحدثوا إلا يبادين وإن قوم وقوم كولا أدرى بهم نجي قانا منا أنجا وأعلموا بما أبتدعوه وحا إلا يبادين marka hadii maxaab anaga nagu wato diintooda wax isaab kama warane iska celinno ayaga aan ku wareejin dhawaa faqala najashi wuxuu yiri laa wallahi laa buu yiri wallahi baan ku dhaartay laa uslimuhum u dhiibi maayo li hadin xataa asmaca kalaamuhum ilaa aan hadalkooda dhegaysto oo waaqifa calaa caqiidatim caqiidadooda aan ogaado fa in kaanuu calaa sharin hadday shar ku sugan yihiin أسلمتم لقوم قوم كذبا كعلنيا وإن كانوا على خير هذا خير كسوين حميته وان إلى لنيا وان إلى لنيا وأحسنت جوارهم درس كذبا يا مجنجلية كذبا وان وناجنيا ما داموا في بلادي أنت ودك يا جوان
waxaan weliba aanay yani ma yani aan weliba sii fiirinayaa buu leeyahay. Dadka markii ay waddankoodii ka yimaadeen boqoradii kale adduunyada ka jiray aniga iga soo doortay qolada marna ma halaynayu ley aaya uma ardafa wuxuu raaciyay yaquul xaaluu leeyahay innii anigu wallaahi baan ku dhaartay laa ansaa hilmaami maaya fadl allahi ilaahay fadligiisa calaya fadligii ilaahay uu iigu nicmeeyey aniga falaqad raddanii ilaahay wuu soo celiyey ilaa ardi aniga markaan yaraa qoonkaygaa ii tashaday oo waa la ituuray markaasaa ilaahay baa isoo celiyey waxaa maalin ilaahay wuxuu iga ilaaliyey minkay dilkaaidiina kuwii aniga idhagrayay oo dilkayga iyo waxa ka shaqaynayay dhagartoodii iyo makrigoodii li anigood wasaananii ilaahay baa ii ilaaliyey oo min baqyi ilbaaqiina calaya kuwii igu xadgudbi lahaa oo idulminayay baqyigoodii baa ilaahay iga ilaaliyey marka mar haddii ilaahay sidaa uu ii yalay anigana yacni dadkiisaan iska un diri tuuri maaye waan fiirinayaa qofka fiican iyo qofka wanaagsan waa inaan kala fiiriyo waa daca najaashiyu najaashi wuu yeeray asxaabata buu yeeray waa waxay ka yaameen camr iyo bin caasiye marka wuxuu yihi maya ma celinaya ilaa aan warsano berri baan warsanayaa ha laysugu yimaado majliska waa daca najaashiyu waa u yeeray asxaabata ilaa liqaa'i bani yani qawmihim cinda yani wuxuu yihi asxaabta imaada qolo yani talkiina ka mid ahoo wafdi ahaa yimid warkiinaa la dhagaysanayaa imaada fa awjasuu asxaabtii waxay dareemeen khiifatan cabsi min dalik inkaar allaha ku ride qurayshta aan meeshaan oga dabay miya haddana naga dabayay ma boqorkii aan aba la nooleyn nabadgelyada agtiisa ugu haysanay haddana nagu dirayaan asxaabtii waa cabsaday waa qolo masaakiino haddee aaya wa qaala bacdum libacdin waxay u yidhaahdeen maa taquuluuna lahu maxaad u leedihiin idaa sa'altukum can diinikum haddii idaa sa'alakum can diinikum hadduu diintiina idin weydiiyo dadka hortooda idinku su-aalo haytay diinta cusub ood la imaateen oo qoonkiina aad ku khilaafteen haddii laydin yidhaahdo maxaad dhahaysaan fa qaala muqadimuhum kuwoodii hogaaminaya asxaabta rag baa u weyn jacfar bin abi daalib iyo raggaas cusmaan bin cafaan iyo raggaasaa ka mid ahaa ya jacfar bin abi daalib yaa markaa ciidanka muslimiinta yani amiruhu ay hor socday cusmaan bin cafaan iyo zawjadiisa ruqiya bintu rasuulillah ayaa ka mid ah dakaas marka kuwoodii hogaaminaya waxay yidhaahdeen naquulu waxaan odhanaynaa maa qaala allahu caza wajalla ilahay wuxuu yihi fii kitaabihi diinta annaga nabigeena nagu soo dejiyen rasuulku uu noo sheegay annagu dhinacna ka mari mayn waxa ilahay kitaabkiisa ku sheegay umaadayna aaya wanuclinu waxaan muujinaynaa maa jaa'ana wuxuu noola yimi bii maaga annabiyu calayhi salaatu wasalaam can rabbihi uu noogala yimi taas umaan muujinaya ama waan ku dhimanaynaa ama waan ku badbaadaynaa umas uma madlow ilayhi way aadeen fa wajaduu cindahu marka jacfar bin abi daalib baa wuxuu yidhi anaa hadlaye adinku ii daay aniga intiina kale iska amsaada uma mallow ilayhi boqorkii bay aadeen fa wajaduu cindahu agtiisa waxay ugu tageen camar ibnu caas iyo cabdullahi ibnu rabiic waa laba ninoo yaqaaneen oo raggii quraysh ugu waaweynaa ee raggii dhibaya kasoo carreen ay labadaa nin baaba ag fadhida oo weliba wafdi quraysheed oo haddii meel fiican la fariisiyo boqorka garabkiisa fadhiya xagga kasoo jeedo qoladana qaxooti oo masaakiyadana intaa lasoo fariisiyo aalakeen kow wa alf yani wa alfo waxay ogaadeen oy haddana asxaabtii arkeen oy ogaadeen badaariqatahu boqor najaashi badaariqadiisi yacni waa qaysaskiisii iyo raggii waaweynaayo dhanna wax yaqaanay jaalisiina inay fadhiyaan can yamiinihi iyo can shimaalihi dhinacyahoo dhan yaa ka fadhiyo raggii weynaayo xabasho ugu waaweynaaba aaya oo diintoodaas u yaqaanay waqad ictajazuu galaanisahu aaya waqad ictajaruudhe waqad ictajaruu qalaanisahum wanasharuu kutubahum bayna aydiihim ictajaruu waxay kulli yani waa qaysaska iyo ragle raggan oo baadariyaasha kulli waxay wada duubteen koofiyadahoodii iyo cimaamadahoodii qalaanisahum koofiyahoodii bay madaxa wada gashadeen wanasharuu kutubahum bayna aydiihim meesha diin baa lagu hayaa mogta nimankaas diin bay sheeganayaan diimihiina ummadoodii diintoodi bay khilaafeen middanna meligana ma haystaan marka meesha diin baa laga hadlayaa raggii waaweynaa baadiyaasho dhan baa isu yida boqorka ag fadhiyo nin walba kitaabkiisii uu lasoo kala baxay diinta la sheegi doono talo maxay tahay aaya nin walba kitaabkiisii uu haystaa faxayuhu way salaameen bitaxiyati alislaam markay soo galeen assalaamu calaykum waraxmat ullahi bay yidhahdeen wa jalasuu way fadhiisteen xaysu meel intahaa bihim almajlis meeshii banaanayd unbay iska fadhiisteen faltafata ilayhim waxaa milicsaday camar bin caas camar bin caas baa boqorka fiiriyey wuxuu fiiriyey qoladii muslimiinta ahayd wa qaala wuxuu yidhi maa lakum laa tasjuduuna lilmelik
asalaamu calaykum intay yidhahdeen bay iska fadhiisteen mogtahay, markaasu yidhi maxaa dhacay, maa boqorka usujuudaan? Mataasaa lagu salaamaa boqorka. Faqaaluu waxay yidhahdeen, way u jawaabeen, waxay yidhahdeen innana anagu laa nasjudu ilaa lilaahi, annagu ilaahay moogiyo axadka looma sujuudno. Fahaza najaashiyu, najaashi wuxuu lulay raasow madaxiisa icjaaban bimaa qaaluu, annaga ilaahay moogiyo axadka looma sujuudno, waa nin aqoon leh, khayrna ilaahay ula doonaya madaxu saa ulula, waa sax ahay. Kow, midaas ayada nafteeda yani waa hujuun, camar ku hujuumayo wuxuu leeyahay xaxanaaqo boqorku haddii loo sujuudi waayo meeshaas yani arrinta waa ku hallowduu leeyahay aya, laakiin uma suurtagelin. wanadara ilayhim, wuu fiiriyey najaashi ilayhim ila lmuslimiina fii rifqin, si naxariisluu saa u fiiriyey, waqaala wuxuu yidhi maa haada aladii istaxdastumuuhu lianfusikum min diini, diintan cusub ee la timaadeen ee la sheegayo maxay tahay, oo wafaaraqtum aada ku faaruqdeen oo bisababihi sababtiisa sababtiisa diina qowmikum diintii qowmkiina aada oga baxdeen, oo walam tadkhuluu iina u gelin oo fii diini aniga diinteedeena iina usoo gelin. fastaadanahu, waxaa idan dalbay jacfar ibnu abi aalib, ma hadli karaa wey, hadal baa leyy. wa qaala wuxuu yidhi ayuha almaliku, boqoryo, innanaa anagu lam nastaxdis, maana soo darisiinin lianfusina, naftaanada diina, horta wax naftaanada iyo jeebka annaga aan kala imaanay ma jiro oo diin ah. wa inamaa jaa'anaa, waxaa noo yimid muxamed bin cabdillaahi baa noo yimid, min cindi rabbihi, rabbigiis xaggiisuu nooga yimid, yuu noogala yimid oo bidiini lhudaa iyo walxaq, diin hanuun oo xaq uu noola yimid. wa akhrajanaa, wuxuu naga saaray, min adulumaati mugdiyaal, ila nuuri buu noo bixiyey. falaqad kunnaa, waxaan ahay qowman qowm, ahla jaahiliyatin, ahlu jaahili ah, nacbudu lasnaama, asnaamtaan caabudi jirnay, wa naqda'u larxaama, qaraabadaan goyn jirnay, wa naakulu lmaytata, baktigaan cuni jirnay, wa na'ti lfawaaxisha, xumaantaan la imaan jirnay, dinada iyo dilka iyo khamrada iyo wax dhamaan la imaan jirnay. wa nusiu ljiwaari, dariskaan xumayn jirnay, oo dadka dariskeenna ana yani waanu xumayn jirnay. wa yabdishu lqawiyu, midka xooga le wuu qaban jiray, wuu ku istaagi jiray, minaa xaggaa naga bidaciif, qof qofkuu ka xoog badan yahay wuu ku istaagi jiray. walaqad baqiinaa, waan baaqi noqonay, calaa xaalina, xaaladaas oo tilka oo taas ah, xataa bacasa allahu ilaah, ilaa uu soo diray ilayna annaga rasuulan, rasuulkoo minaa annaga naga mid ah, nacrifu, aan garanayno, nasabahu, nasabkiisa aan garanayno, oo wanasiqu, aan ku kalsoonahay, bisidqihi, runtiisa, iyo wa amaanatihi, amaanadiisa, iyo wa cifatihi, dhowrsanaantiisa wey. fadacaanaa ila, yani way yaqaaneen maxamedul amiin baaba la dhihi jiray, nabigu rullow buu ahaa, way ku kalsoonaayeen, intaa nabiga laga dhigin bayba yaqaaneen madee. fadacaanaa, wuxuu noogu yeeray, ila allah, ilaahay buu noogu yeeray. wa amaranaa, wuxuuna amray, bicibaadati, inaan ilaahay caabudno, iyo wa tawxiidihi, inaan asaga keli yeelno oo un keligii waxidno waay. wa xadanaa, wuxuu nagu booriyey, calaa iqaamati salaati, salaada inaan ogno, wa itaa'i zakaati, zakada inaan bixino, wa sawmi ramadaana, ramadaanka inaan soono, wa an nakhlaca, inaan ka tagno oon ka baxno weeye, maakii kuna anay nacbuduhu, kuwa caabudaya, oo min alxijaarati iyo walawthaani, dhagxaantii iyo sanamkii iyo wixii xillo aan caabudayna inaan ka baxno tuurno way. kamaa amaranaa, siduu noo amray, bisidqi lxadiisi, hadalka inaan run ka sheegno, warka runka aan sheegno, wa adaa'i lamaanati, amaanada inaan gudano oon xifdino, wa silati raxiimi, qaraabada inaan xiriirino, wa xusni ljiwaari, dariska inaan ilaalino wanaajino, walkafi cani lmaxaarimi, xaaraamtoo dhan inaan ka istaagno, wa sawni dimaa'i, dhiigga inaan ilaalino, oo qofna aan xaqdarre lagu dilin. wa nahaanaa, wuxuu naga reebay, naga nahayey, can itiyaani lfawaaxisha, waxa xunxunkaa inaan la dhimaan, yacni khamrada iyo zinada iyo waxaa xunan faaxishada ah, wa qowlu zuuri, markhaatiga beenta uu naga nahayey, wa akli maalil yatiimi, agoonta maalkeeda inaan cunnoon boobna ayuu naga nahayey. fasadaqnaahu, waan rumaynay, waan rumaynay, wa aamannaa birisaalati, risaaladiisi baan rumaynay, watabacnaa, waan raacnay, oo maa jaa'a bihi, wuxuu la yimid, wa jacalnaa, waxaan noqonay, nacbud ullaha, ilaahay kuwa caabudayo, waxdahu keligii, laa shariika lah, ilaahay keligii unbaan caabudnaa. wa xaramnaa, waxaan xarimnay, maa xarama calaynaa, wuxuu naga xarimay, wa axlalnaa, waxaan xalinay, maa axala lanaa, wuxuu noo xalinay. sidaa markaan samaynay, famaa kaana min qowminaa, qoomkaana xaggiisa kama ahaanay, ilaa an cadow calaynaa, inay nagu xadgudbeen, wayna dulmiyeen. wa anzaluu binaa, waxay nagu dejiyeen, ashadda alcadaabi, ciqaab midka ugu darnaa, liyaftinuunaa, inay naga fitneeyaan, can diininaa, diinta anaga,
ويردنا إليه نقول عليان إلى عبادة الأوثان سلم كعابد سواه بعد أن عبدنا الواحد الديان إلهي واحد كديان كمخلوق سأضال مريه جزيه مركا عابدنا بعد يزبه روان نقول عليان قال لمن يا أصنامتي فلما قهرونا مركا إن قهرين ونقال نقضي وظلمونا إن ظلميان وضيقوا علينا إن عديد نقليان وحالوا أي كلتين بيننا وبين ديننا أن يدين تاندي عبادة أي نوب ديدين رقبنا وحانج علانا في اللجوء إنا من قلنا إلى جوارك الدرس كذا هي والإقامة في ديارك إنا وضن كذا كل قانا واخترناك وانك دورنا على من سواك ذاتك كاسو هرأي وبقرنا همان كاد دورنا والرجونا وحان رجينا إنا هدنا الله نظلم إنا نلظلم عندك أكتاز إنا نلظلم أرجوك فصاحب هذا أي مرحبا بقر كيف سلا ولا حد يقول فقال لهم نجاشي وحيري هل معك شيء مما جاء به نبيكم عن ربه وحمك هيسا نبيجي نوح ربي يسحق يسكليب الدين تا قال وحيري جعفر نعم قال وحيري فقرأوا علي بل واخي دين تا عصب أشياء سلسلة جاء نبيجي نوح يسليب يقول الآخر بل واحكم هذا فقرأ عليه وحقود الأغري صدرا أو من سورة مريم سورة مريم اللي يدعو أول كيدا قيم كم يدوك أغري هو أهل كتابه هذا يعني أهل كتابه هذا نبي عيسى أيه قرن يانو يعني يم أهل يدوك مريم هاي إنك سوى إله يعني إنه إله بلايه شريان هذا أيه إن بيسا ومبيا قانا سوماها قرآن كمركو فيريا مركا سورة مريم وقدوره أول كيدا بسوق عليهم واذكر في الكتاب مريم وكان وحو عابده مما قرأه وحو أقرئه قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا آيات كسب أخرى فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته نجاشي وؤي فبكى النجاشي وؤي حتى خضلت إلى أي قيدي لحيته قركي سيور نمبا اللي انت قيس وبكى وحاك لؤي أساقفته رجي يعني بادر ياسه وحي قانه كتبته هي ستورن نووي اويين حتى بللوا الى اي قويين ومصاحفهم مصاحفته دي كتبتي هورتا لبا ودقيدي نول بكتاب في هوريا لانه اقري دوني وفيريا ايا اللمتي بو كشوي مركز وقوي يعني حين وقتي يسمعوا اي مغلين ما تلي عليه وحل ود الاقري ومريم بنت عمران قصده دي آية وهنا هالكاس يلتفت النجاشي وحوم الإحسان إلى عمر بن عاصي وصاحبه عمر بن عاصي ساحبك وعبد الله بن أبي ربيع سلاوه وقال وحوير إن هذا متكن الذي كاسو تلي علينا نلود الأخرية والدين كان إيه الذي في جاء به عيسى نبي عيسى أليم لا يخرجان وحيكسوا بحيان من مشكات واحد هل مال أمي إسكليما وابا إسكميد وحبا إسكما خلاف سنوات ثم قال وحوير لهما لبضودي يا لبضودي بوحوير كو وعمر بن عاصي عبد الله بن ربيع الله إني وفجقها قراش إيسو درست والله بان كل دارتي لا أسلمهم إذين دي ما إليكما حق إليكما حق إن أبدا ولقيم ولقي إذين دي ما يلي مكان ولا أحمله يعني اللي يقوم باري ما يمرن اللي يمرن ما على ذلك ما حييته انت نولا هين أرنت اللي يمرن
uu kacay qaa'iman xaalu yahay, wuuba iska istaagay de gurigiisu iska aaday, boqorka hadduu istaagay mase aaya fanahalla man kaana macahu wanfada almajlis, dadkii meesha fadhiyo dhan waa kaceen oo waa la kala tegay. Go-aankii u dambeeyey buu boqorkii dhiibay, waana istaago waa dhaqa khalaas, meeshii waa lagu kala tegay. Muslimiintii farxad baa buuxisay oo ayagoo faraxsan bay meesha ka dareereen. De kharaja wuu baxay camar ibnu caas, walxaal huwa asagu yatamayazu u googo-aya min alqayd caro, wixii uu watay iyo waxa wata uma suurta gelin soo maha, markaasuu caro la gogo-aya. uma qaala wuxuu yihi lisaaxiibihi markii laga dhaqaaqay majliskii la dareeray, wallaahi baan ku dhaartay yani la alqayanna najaashiya, la alqayanna waan la kulmaya annajaashiya, boqor najaashiya qadan beri baan u tegaya oon ku noqonaya, wala uxdisannahu waxaan u sheegayaa canhum xaggooda waxaan uga sheegayaa xadiisan war, warkaasoo yay yajtasu ayay fujiyo rujiyo shajaratun geedkooda, wayaqdi calayhim, hadal baan ka sheegi doonaa oo boqorka u sheegi doonaa berri, hadalka asaga haddaan u sheegana kuwan yacni muslimiinta isku sheegaya geedkooda hadalkaas wuxuu fujinaya geedkooda xididaha u siibaya ahay, waana yani waana way u dhamaanayaan arrintaasi, wayaqdi calayhim wayna u dhamaanayaan, yani u layn doonaa arrinkaasa, xukunkaasa dili doona. Fa qaala lahu saaxibuhu, ninkii la socdaa wuxuu yidhi waa cabdullahi bn abi rabica, wa kaana araqa minhu qalban, wuu ka yar qalbi jilicsanaay camr bn cas, shadiid waa qalbi adag, ninkaana ka yar qalbi jilicsanaa, yaa wuxuu yidhi laa tafcal, ha yeeli ya camr, camr uu se ha yeeli, fa ina allahum ayagu fiinaa dhexdaanada arxaama qaraabay ku leeyihiin, nimanku diintaanada haba khilaafeen, laakiin qaraabaynu nahay waa ilmaheenni iyo walaalaheennu weeye, se ha yeeli buuri. Wa in kaanuu qad khaalafuuna, haba ahaadeen kuwa na khilaafay ha noqdeene waa qaraabe iska daabuuri. fa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay la ukhbirannahu waan uu sheegi oon u sheegi annahum ayagu qaaluu inay yidhaahdeen fii ciisa bna maryama shay-an, nabi ciise wax ku sheegayaan, wa katamuu shay-an bay qariyeen, nabi ciise waxbay ku sheegayaan, waxa ay qarinayaan oo ay aaminsan yihiin maana ka sii xun, wa annahum ayagu yanaaluuna minhu, nabi ciise wax ka sheegayaan, wa yaquuluuna canhu waxay leeyihiin annahu cabdun wa adoon. boqor najaashi iyo dadkiisa yani boqor miyaa lagu dhihi karaa ciise waa adoon? may ciise waa ilaah bay u haystaan ama waa ida ilaah, marka qolada waxay aaminsan yihiin waaba adoon isagoo kale ah, adigo najaashi kulemi waa adoon bini aadana, arrintaasay ay qabaane tanaan u sheegi doonaa berri, wuuna soo qaqaban doonaa ayagu waxaan aqi doona markaan taa u sheeg ayuu laynaya, oo balaayadee waxaasaad hoosta ku haysatay ma dhihi doonaa ay. falamaa kaana alqadu, beridu markii la gaaray, dakala camar wuu usoo galay cala najaashi, cabdullah bnu rabica waa ka riwaaday, camar bin cas wuu usoo galay, qaala wuxuu yidhi ayuha almalik, laqad asmacuuka waxay ku maqashiiyeen bilamsi shalay shay-an shay, shay wanaagsan oo ciise ku saabsan bay shalay ku aqriyeen, wa akfaw canka shalay, laakiin waxun ay aaminsan yihin bay kaa qariyeen, waxbay kaa qariyeen. fahum ayagu yaquuluuna waxay leeyihiin can ciisa bnu maryama annahu cabdun, ciise bnu maryama waa addoon bay leeyihiin. fadacaahum najaashiyu, najaashi wuu u yeeday muslimiintiba haddana mar labaad u yeeday, wa qaala wuxuu yidhi maa taquuluuna fii ciisa bnu maryam, nabi ciise maxaa leedihin? markay maqleen haddana warkii waxay yidhahdeen camar bin casaasaas yii boqorku haddana idii yeeray, way naxeen haddana mar labaad, war imtixaankan maxaanu daba dhigay kan waa imtixaan. markaas waxay yidhahdeen hadde nabi ciise waa addoon, haddaan dhahno qoladan addoon oo haystee maxaan falnaa, iska daayay. jacfar wuxuu yidhi wixii rasuulkeenna uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xaggii xaggooga leexan mayno, ama waan ku dhimanayna, ama tii uu naloogu sheegay nabi ciise wixii lagu sheegay ma ku sheegayna anay soo ma, bas waa u yeeray. markaa wuxuu yidhi maa taquuluuna fii ciisa bna maryama, fa qaala lahu jacfar bin abi daalib, ba wuxuu u yidhi naquulu waxaan leenahay fiihi fiigiisa maa jaa'anaa bihi nabiyu calayhi salaatu wasalaam, nabigu wuxuu noola yimid. fa qaala wuxuu yidhi wama aladii jaa'akum bi, oo nabiginu muxuu idin kaga sheegay oo idinla yimid? fa qaala jacfar wuxuu yidhi innahu cabdullaahi wa rasuuluh wa kalimatuhu alqaaha ilaa maryama alcadraa'i albatuul, addoon ilaahay weeye rasuulkiisi weeye, wa kalimatuhu ilaahay kelimadiisi weeye, alqaaha ilaa maryama, maryama ruux yacni raximkeeda lagu tuuray, maryamadii alcadraa'i ee bikrada ahayd oon la guursanay weligeed, albatuuli yacni aldaahirati naqiya. fa qaala najaashi wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay maa kharaja ciisa, ciise kama baxsano, camaa qulta wixii aada sheegtay, qiida an mulatin wey, fartaa xibinteeda ma dhaafsano, intaad ku sheegtay unbuu yahay o hanuun baaba lagu riday ninka
intaa aad ku tilmaantay meel intaanu ma dhaafsano nabi ciise waa saa un weeye waaba addoon ilaahay aaye waa ilaahay ruuxdiisii kelimatuhu alqaha ilaa maryam fatanaakhara albadaariqatu min xawlihi mustankiriina qowla tanaakhara waxaa isla dhawaaqay oo yacni isla wada isla gulxamay wey hadalkaasii diiday in magtahay aaye albadaariqatu kuwii yacni baadariyaashii wey min xawlihi dhinacyihiisa mustankiriina qowlahu ayagoo inkiraya qowlka yacni najaashi oo uu ku sheegay uu yihi nabi ciise waa sidaas isaga waa addoon fanadara ilayhim wuu fiiriyey waa najaashi shadran nadara ilayhim wuu fiiriyey shadran ayuu u fiiriyey yacni sukhriyatan iyo waqadahon asagoo u caraysan oo weliba yacni qurubtoodaas yacni yasayo yuu sidaa u dhowray ya saasuu u fiiriyey marxaban wa qaala wuxuu yidhi wa in tanaakhartum intaad doontaan ba qurufleeya wa in tanaakhartum buu yidhi ha weligiin ba qurufleeya nabi ciise waa saasu waana iska kacayo aya uma qaala lijacfar wuxuu u yidhi waman macahu idhabuu fa antum aaminuuna fii ardi war iska taga dhulkayga nabadgeliyaad ku tihiin wax idin taabanaya ma jiri aya man naala minkum ninkii adinka idin wax idin gaarsiiyo man naala ninkii idin gaaro minkum adinka garima ay garima wala ninkaas yani waa laga gudi waa laga gudi ninkii far idin saara waaye dhaqaaqa yani nabadgeliyaa tihiin man naala minkum garima ay saas yidhi man naala ninkii gaaro minkum adinka garima ee khasira wuu khasaari man naala minkum ninkii adinka idin gaaro garima wuu khasaari doona yaa idin taaban karaan ay wa inii anugu maa uxibu ma jecli an ucdaa in laysiiyo ay jabalan buur oo min dahabin dahab ah oo wauudiya la dhibe axadan minkum waay oo wauudiya aan dhibe axadan minkum axad adinka idin ka mida axad adinka idinka mida dhibkiisa ku bedelan maayo buu yidhi buur dahaba yaan ku siinaynaa axad ayaga ka mida dhib wax u geyso ma yeelaya buu uma qaala lixujaabihi waardiyihiisi buu wuxuu yidhi nimankii waardiyaha rudduu calaa camar iyo wasaaxibihi hadaayaahuma camar bin caas iyo saaxiibii cabdillahi bin rabiica hadiida quraysh ay usoo dhiibtay usoo celiya falaa xaajata lanaa biha ma rabne usoo celiya wa ina allaha ilaahay maa akhada ma qaadan minii aniga xaggayga rishwatan ilaahay laaluush igama qaadanay xiina raddanii markuu igu soo celinaya ilaa mulkii boqortooyadeeda xataa aakuda rishwata fiihi ma anigaa marka ilaahay laaluush ka qaadanay diintiis markuu ilaahay shalay banaanka duurka marka lagu tuuray i soo celinayay ilaahay ma laaluush buu iga qaaday waa maya anigana maanta diintiisa laaluush uga qaadan maayo lagama yaabo buu yidhi wamaa adaaca annaasa dadka yacni ilaahay muuna adeecsiinin oo fii amri amarkayga xataa udiicahum fii amrihi wa marka aniga ilaahay amarkiisa adeeco unbay dadkuna i adeecayaan buu yidhi ilaahay isakira iyo adeecsiinayaa bu habal badaariqatu badaariqadii yacni waa nimankii baadiriyaasha ay madaxda ahaa way kaceen yuclinuuna ayagoo daahirinaya bayna naasi dadka dhexdooda ana najaashiya najaashi qad faaraqa diinahu najaashi diintii buu ka baxay boqorkii diintiisii buu ka tegey wastabdala bihi diinan aakhara diin kaluu qaatay wadafiquu waxay guda galeen yadcuunahum inay u yeerayaanoo ilaa khalqihi ilaa khalcihi aan ka baxnaa la yidhi oon yacni aan khilaafno ha mubaayacadiisa aan khilaafno meesha ka tuurno dadkii bay u yeerayaan fatala abal axbaashu axbaashtii baa kulmay way isu yimaadeen tajamacuu calayhi way isu usoo aruureen wa cazamuu waxay go-aansadeen calaa naqdi baycatii baycadiisi inay ka baxaan fa arsala wuu u diray najaashi ilaa jacfar bin abi daalib iyo waasxaabi yukbiruhum asagoo u sheegayo bilamri amarka arrintaasaa dhacday buu adinka sababtiina ayaa layga hor imaanaya oo yacni axbaashu waxay isku raaceen xabasho in meesha layga tuuro wa acadda lahum sufuran wuxuu u diyaariyey asxaabtii yani jacfar bin daalib iyo yani asxaabtiisa wuxuu u diyaariyey sufuran doono dooyuu u diyaariyey wa qaala lahum wuxuu yidhi irkabuuhaa doomaha fuula wastaciduu aayahay u diyaar garoobo oo limaa sayaxdusu waxa soo darin doono dagaal baa laga yaabaa inuu waddanka ka dhacee qoladii way isukay urursanayaan hadalkii maalinkii sababtiisi baana laygu colaadiyey soo maha
دويهاس هيدي على الديار وهذا سبع عدي مشان لا وحكد عان بدي ودويهاس كوب أحسن الله يدين أي كو مرحبا فإن هزمت هدي لي جميع فامضوا حيث شئتم اسكتك دي مشان رتان وعن مركز إذينها يوم مجري إحسان إذينها يديان اللي قال النقض دوميه نكون راعوا يعني راعوا مشان رتان فإن ظفرتم هدان أنا أقول إيش تدقال كأنك أقول إيش أنا فاستقروا كما أنتم سيدنا إسكا هذا ودنك إذا نبقل لكم جوغي ثاني لكن تقال بلغي صوت صعبة فتنا صعبة دينيها ديارها يدينا هذين أذنكم أرنتنا في ريوة كان تقال كلا قلع حتى مسلم ثم أحلرا وحو يعني سوحا ذري رقنوا من جند يعني من جند يعني من جلد الغسالي وحو سوحا ذري أوكيني رقم يعني ورقد بكينه من جلد الغزال يعني بها الهرقة ومقارك يعني بها الإلان اللي إلى ذو يعني قرنوكت مقارك إلاوي وكتب فيه وقر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وخاتم رسوله وأشهد أن عيسى عبده ورسوله والروح وكلمته ألقاها إلى مريم ورقد فقر هو إسلامي من نجاس مركي مخوي سيك عينا بسيحة ناغين أثنه هو إسلامي وصي إسلامي واي ورقد داس وكقر ثم حزم وحو يعني ثم حزم الرقة على صدري حزم يعني وحو كحرت الرقة ورقد على صدري واللبس فوقه يعني وحو يعني قباءه واي مركز ورقد توحيد كقرنا يلقون تسلا أنت أقشري مع بربريت كيس كفر قشري ومضى إلى لقاء الخارجين عليه مركز ودقالك عليه يكون خارجين تكبحي إذا عادي تكبحي دقال كوريبو آي فلما عدا أمامهم فلما غدا مركو أهل أمامهم ورطوذ ناداهم ودواقي قائلا حالوا ليه يا معشر الحواشة حواشة جماعة ذو كيف رأيتم سيرتي فيكم ورب التاريخ ذي كورما أذنك دحدين وعبدن بعمقر ذين صحايا تاريخ ذي كورما فقالوا وحيدا ذين خير خير سيرة سيرو يا تاريخ مد أبو خير بنيد ويا سيرة الله قال وحي فمن الذي أثاركم علي هذا واحد يوصل بعدين وإيه خلافتين محيطان وإيه لا تقال ميسان فقالوا وحي هذا لقد فارقت ديننا دين تاريخ بعد كبح هذا وزعمت وحاد شيكت أن عيسى عبد أدون إلو يهي قال وحي ما تقولون أنتم أذنكم في عيسى أذنكم عيسى محلينه فقالوا حين هذا هو ابن الله وهو الكإلهي عيسى وهو الكإلهي فوضع يده وقعنت مصاري على قبائه وجعلها ويالي فوق الرق ورقد ماشي وجهك ورقد وحيدك ونكر كذا وقال وحيني وأنا أشهد أن عيسى لم يزد على هذا شيئا ورقد ماشي وجهك وقتها توري استعماله توري وحليلة مركب ورقدي أن عيسى عبد الله يعني وكلمته ألقاها إلى مريم ورقدي كغرين يا ماشي كنت على مركب ماشي وقعدتك تكر كثار مركب سوحي وأنا أشهد أنه حقير يا أن عيسى لم يزيد إنه نكذي يعني على هذا شيئا على هذا توكل كجدا وح ورقدا كغر النبي عيسى ما يعني إيرنا ما خلاف سنه وهو يعني وحوج إلى ما كتبه في الرق أيون حيومين هذا كإلهنا وإنا إلهي إنه لا يهي وحبا عيسى كما خلافتهم فصروا بما قال وحو يريبا كفر حين وانفضوا ويكالتكين رالدين مضمئنين مركز يوسى نقضين يعني ما ملكي سايقوا رالي اهو مقصود يوسى نقضين ووصر ايوه مرحب وقف النبي عليه الصلاة والسلام نبي يعني وحو قال على ما كان بين النجاشي وقومه وحيد احمر واكبر يعني رعايته للمسلمين إلى أنت إلى ويني الرعاية للمسلمين الذين هاجروا إلى دياره من نجاشي يقوم كيس وحيد أحمر يئنوا آهدوا إلى المسلمين تأسوا هاجر حقيس واضمأنوا في جواره درس كيس يعني وضن كيس إليه كنا بدقلين وكحسلين ولقد سر بما نقل إليه وحال الله سر ريب النبي كفر حيو من انحيازه للإسلام حتى إنه إسلام كسوق لأه هي واعتقاده بصحة ما جاء في القرآن قرآن كوحي كي من إنه صحيح يا إنه اعتقاده ثم أخذت السلات حليلك أيها سيس عليه تتعمق أي أسوى صحيح الليراني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أي وتتوثق سيكر صناني حليلك أسوى النبي كان حياسي الليراني
وفي الشهر الأول بشي كوبال من سنة 7 للهجرة سنة تضباد الهجرة بشي كوبال يعزم الرسول رسولك وحوق أنصر الكريم صلى الله عليه وسلم على دعوة ستة ومن عظماء الملوك الأرض لحنه يعني ودين توبير من يعني من عظماء ملوك الأرض أرض بقرية أوينا ومرائها للدخول إنه أوير في دين الله فكتب وقر لكل منه متكسر كمدة رسالة ورقت يحده وكبرنا فيها في جد على الإسلام ويزين له الإيمان إيمانك وقر حينه ويحذره من الكفر قالمنا والشرك ومدقي وكان وحو هذا قد عدم الأديان إلى هذا القرض ستة تنو يعني مراد كزوجية ستة تنو من خيرة الصحابة الرجل أبوه وناسنا فتعلم كل مثل عرق وحبرت ومنه أصحابها كمل لحدا نكمل لغة القوم قوم كل لغة سأل الذي صيبني إليه وهذه نينك ريه بفرس لادري لغة فرس كبر نينك الروم لادري لغة الروم كبر نينك حبشة لادري لغة حبشة نقول بأنت الله دريم بلغة سيبرني وكان عمر بن ثم خرجوا وين بحين رجع لحدا لأداء هذه المهمة مهمة لنا يقتانوا في يوم واحد هل مالنا لحدا ذكر دقائق نقول بورات قاده وبغرك لادري وهذه وكان وقوع على عمر بن أمية الضمري هو أسوى الذي كيبه هذا يعني وفيد أوف وفديه إلى ملك الحبش من كان النجاش الله در وقوع عمر بن أمية الضمري دخل عمر بن أمية على النجاش موقله وحياه وسلم بتحية الإسلام فردت تحية مكرمة بأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله به والرحمة به وسوده وهي أجمل ترحيم فلما استقر به المجلس مركي فرق قاتين وفرستين قدم للنجاشي قدم وحؤدي من أهم للنجاشي الكتاب والغدي الذي جاءه به وولي من عند النبي وقليم عليه الصلاة والسلام فبادر وحؤدك دي نجاشي إلى فضه والغدي مفره فوجد وحوه لي أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يدعوه من أويري فيه إلى الإسلام من أويري ويتلو عليه كوأقرنا شيئا من القرآن فوضع النجاشي والنجاشي ودجي الكتاب والغدي على عينه ساس أصاري وجه سأصاري إجلالا أصغر نمكره هل كان وجهه صار ونزله كسر دري عن سريره وكسر دري تواضعا تواضعه لما جاء فيه قرآن كي قال ماشي يعني هذا الكيسي يو تواضع يا مركز وسرته كرسي وصارنا وكسر دري ثم أعلن وحموجي إسلامه وإسلامه مدرسي على ملأ يعني جماعة أكثر لكم وجيه من جلات يكون إلا فديا وشهد وحوقنا شهادة الحق وقال وحيري لو كنت هدان هيبوري أستطيع من أول أن آتي محمدا إن أطلق عليه الصلاة والسلام لذهبت إليه ونتق لهابون وجلست بين يديه هرتي سافر الله وتمرقت على قدميه وحنكو قلقان لها لمن يسلوا وظهوصت دور ثم كتب إلى النبي بأقري صلوات الله وسلامه عليه رسالة رقيقة ورقد بأقري يجيبه وأجيبه فيها إلى دعوتي دعوتي إنه يالي وإطلاني من الوقال ويعرب أكو عدين عن إيمانه إيمان كيسي أصابق يهري بالنبوة إنه نبي النبي النبي سهري أسر رويه عند ذلك أبو أخرج عمر بن أمي عمر بن أمي وحسوب هي كتابا آخر ورقد كانوا سوب هي من الرسول الرسول كسعط صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أسعط يدعوه وحنبه كضل ما يأوي يري فيه إلى أن يزوجه إنه أقري من رملة بنت أبي سفيان بن حرب جود اللي رملة بنت أبي سفيان بن حرب ومهاجرين تجوت أرض الحبشة جوت كم ذهب ومنك يدين ماش وكل ذي منك يدين ما أنتوا كنا سارون أصلنا من كم بحاي وردوه يهاتنا ذي كبر داسو ماش جوتو يويري بقر نجاسي وكبر دوان كوكيسه وين الدنيا كحسوا ونبي ورقدو مسوا قر نجاس كو ولأم المؤمنين الرملة المكنات بأم حبيبة وقبل أم حبيبة لو كن قصة حزينة قصة مرقلة أسقناتي في بدايتها باللغة فرحة يعني مستبشرة في نهاية لكن آخر كتمر قصة فرحة بيلانا باللغة فرنا لكن حوام مرقها إلانا فتعالوا كالية نلم أن دن أبها أيضا إلماما سريعا بل هذا يعني أيضا أن ملعسن بل قصة أن راعنا كفرت يعني رملة بنت أبي سفيان بآلهة أبيها سيد قريش وحي كفرسي رملة قودة ليداد إلهيه أبهد أبهد يعني أبي سفيان وسيد قريشنا إلهيه سيء صنم كهابي كفرس وآمنت وحي رميسة هي أيدي وزوجها أنك يعني عبيد الله بن جحش بالورنجري بالله إلهي بن رمي وحده وكله إلى شريك له
وصدقت وحي رميسي رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فأهرقتهما وحي مركا كسو بين ودنسية قريش قريش من يعني من أمرهما أمر كودي يعني فأهرقتهما وحي كل حنبارين من أمر قريش من أمرهما عسرا عويس تذكي العذاب هي بمركا قلت وأنزلت بهما قريش وحي كد الجسي أشد العذاب حتى باطا إلى إهادين لا يضيقان كوا أن أول كرين البقاء في مكة مكة إلي كباغ النمو مكة آبه الدقية أبي سفيان الدقية أي جوغي ويدا رملو كما نقول لها ولو عذابي ويدا حالي قولك ننك سوء إيمان كقاتلتك قرامة إيسا إيهل كيسا أحيق إيبال إليه هل العذاب سيئون سلالما أغسر النمو فكانا وحيئها في عداد المهاجرين أم حبيبة قولنا اللي إذا دي ورملة إنت أبي سفيان هي الزوج كيدي وحي أهاي في عداد المهاجرين مهاجرين تذكي هاجرين يكتر ترى إلى الله بدينهم لا هاجرون نتك إلهي ترتي وهاجر دين تود العرب اللاجئين منقل إلى النجاشي بإيمان إيمان كود الله منقل فاللقياء وحي لكل من عنده نجاشي أمتي سماء اللقياء وحي لكل من إخوانه ولا الله المهاجرون المهاجرين تؤمن من كرم الوفادة وفد النمى لسوء وفديتي أبو وناسنة هي وحسن الجوار الدرس النمى وناسنة حتى قيل الى لما لقي لام حبيبته ان الايام مالمه قد تفض لها الى اول سنادين بعد عبوس يعني مركي يعني كو ادكادين بعد عبوس يعني بعد مشقه الوان ايامه مركي كو ادكادين كدب الى اول سنادين اي املك مركي نبدلي النجاشه هيسه او الكاس اي عبادته لو ام نقدان اذ لم تكن ما ساهين تعلم بدك يا يعني ما اوغو ما خبأت وحي أكيدسي لها أيضا المقادير المقادير إلهي وحي أكيدين سنك وورد مركا حيث المركا بسوي وحالله بحي صفو العبادة هي الراحة لمكي يعريرك ولا قبح فلقد شاء الله إلهي وحوضوني تباركت حكمته حكمتي سكريتي أن يمتحين إني امتحان أم حبيبته امتحانا امتحان قاسيا وأذك تضيش فيه العقول عقل بأولو وريري عقوش إلو وريري ذلك ما هي الامتحان قال أن زوجها نكيد عبيد الله بن جحشنها قد ارتد عن دينه دين تيسبك الله ودين تيسلاني ماذا وتنصره النصارى انت أرض الحرش اللي جوبي يعني وكاسوا الرجولون النصارى بن عظيم وجعله وحب ذقل يهزئ يعني إنه كجة جيسة بالإسلامية والمسلمين مسلمين تيسلام وحكا شيء ما هي هي قوات وليه ثم أكب وحو قابله على حانات الخمارين يعني ما يشى كلاب كخبرين اللي قعدوا وبقليها تأبوا آدم يقول نجيها بيني ما لب فديا يعاقر يعني عبيا أو جبنا يا أم الخبائث وان يعاقر أم الخبائث خبرنا أم كل بدل جبنا يا قب كل بدل جبنا يا قب حنا كأبو فديا فلا يرتوي ما بقدر جاي منها ولا يستبيع كمدر جاي خبرنا ما بقدر جاي سو أي كو ولا يعني وقد خيرها قوادي وحوقي يارقلي يقول نسارو يلخاص وخبرك سودرك يا مسلمين توحكا شيء قوادي وحوقي يارقلي بين أمرين لما أمر مدقى مدور بدوي أحلاهما لما دوذو مدك معان ومره وخراري هم مدو مدك كلاواك خراري فإما أن تضلق إلا غفره وإما أن تتنصر إينا تسارو يسرع وحكا دعية مجر إنا ستح لها قدالوه كسارة إينا نسارو وحكا دعية ملده وجدت أم حبيبة وحيها شيء نفسها نفسها بين ثلاثة أم حبيبة مركة مركة أنت سوقها بشيء صدح الرماد أمها ما سوي مات فإما أن تستجيب إلي أجيبت لزوجها نكيدي أو فتنصر أي نسار ودينت الإسلام لماذا أيك الله بس وبذلك أرنت أثنى تبوء إلى الله بس بخزي الدنيا وعذاب الآخرة الدنيا هو قيدي عذابك آخرة إلى الله بس وإما أن تعود إلى نقطة إفر إن تيتر على إلى إسكن نقطة إلى بيت أبيها أبيها تقول جيدو في مكة هذا وهو ما زال كما زولنا أبيها تقول جيدو قلعة الشرك إنه يهي قلعة الشرك إنه وما قال لما شرع إكسو عرطة أبيها تكتادنا والو علام وإما أن تبقى إلى باقي نقطة في بلاد الحبشة يا أرض الحبشة إلى إسكن جورتو وحيدة أي وكل جيدة شريدة يعني درجوك نقطة درجوك شريدة أول ومعها معيذنا ابنتها صغيرة قبر يرى نسيبها هيستها حبيبته قبر لوكي يوم حبيبة ليسوما قبر يرى حبيبي ورطها يعني آبها دي ريركو اللي قصوا كسوا هاجرتي منك يدينا ماشنوا انتو كنا ساروا بكفري أرض حواشوا بها دل وحيد كنا غن علا صدح لها الرباط كير روم بل صدح لها اسقبت فآثرت وحيد دورة رضا الله عز وجل
إلهي رديه سيهرت دورته عن كل أمر ما كدورته إلى إن نتارو من يهرت دورته الإسلام كأقواتها وأجمعت وحي مركة الدنات نبقوا أنستي البقاء في الحوشة إلى أرض الحوشة يسكت جوكت حتى يأتي الله إلهي إله ولي ماذا بفرج فرج من عندي حقيسة لم تظل ميسا ديران مأساة أم حبيبة مركتيني يتيران يديني كثيرا وحبدا فلقد قضى زوجها من كيدي يا وحو دميس نحبه أي والحال هو سكران مخ أي أي مخ سوروا مخبور من كيدي قضى أي ما تودد نحبه يعني أجل كيسبه يعني قوسه وادنتي والحال هو سكران أسقوا والان ومخبور خبريس سوى خبريس ونحن نعيو نسيوه فأنت كاس هو تجي حق كيسك أي كو ثم إنها أيضه ما إن تمت بين تابلغني عدتها عدد منه حتى أتاها الفرج من قال لك عدد تاوزي قويسة سدح لي ديك يكون عينك قوي سليمه فرج باب مركبه يمن ففي ذات ضحن صبح يعني صبحيها كمل وقت برقنا في النية السماء به يلقى سماد صبح صبحيها كدوان أصلا نبا يعني في اللقد مدنس قروح ديس أي نور كيسر وإفايا الصبح يعني وقروح بدا وجه يسر إفايا صبح صبحيها مالما قال وقو رح بيه وصبح ذا بسارده كوت مدوان ثم مالما إلى مدبها مالكا سلم إلى يا طريق عليها الباب الباب كان لغو سوكرا قولي يا دي سيدي تقوان يا ريكوين سيدي قو 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 الباب كان لغو سوكرا فلما فتحت مركي فرطي فوجئت وحال وسو كذي بأبرهة وصيفة النجاسية قولي أبرهة الأورنجري وصيفة النجاسية النجاسية يعني خادمة دي ساهيدة يعني قولي تكشقيني والحال هي أيضا تحييها وتقول الله يعني قبل أبرهان لي هذا يريد تاجنه ويسلامه وتقول الله وحيقول له إن الملك بقرك والنجاشي يهديك سلام سلام يعني كو صدريا يهديك وحكو صدريا سلام ويقول لك وحكو ليه إن محمد محمد رسول الله قد خطبك وكصدني لنفسه نبي محمد باكو صدني ووكله وصوك عشي وحيث وكاشي أي عقيدة له عليك إن أنك كون نكاحيين وإيسوكا وكاشي فوكلي عنك سو وكالو من تريدين قفك دوليس إذا شئت أنك هدارة قفك أدسك المسلمين تأنك هربت سو وكالو ولا ينسار أكو مهري ولي هكون نغضة فاستدارت ويد يعني أم حبيبة ويدو شيء وفرحا وهتفد ويدا واغدي بشرك الله بالخير بيكتر قول خير الله كوكو بشاري بشرك الله بالخير ثم قال الوحيثري لقد وكلت وحان وكاشي عني حقيقة ووكيل لقاء خالد بن سعيد بن عاص ننك مسلمين تكمل خالد بن سعيد بن عاص ليلاد فهو أقرب الناس إلي فتك أستقى يقولوا حق قرابة إنما يعني في هذه داري ننك أستقى وكيل وطب وفي قصر النجاشي بقر كن نجاشها قريش قريش بقرته يده يي استمع الصحابة وأصحاب كوسا أوروري نكاح أم حبيبة كوسا من يادي هاي نكاح أم حبيبة قريش سبع ليسوي من أصحاب المقيمون الجوعين في الحبشة أصحاب أرض حبشة الجوعتهم لما يزديت كها حبت كما حرين حفلة نكاح أم حبيبة اللي قيم قليا قريش بقر كان يقوم هريا هاي ليشهدوا إنه حاضران وعقد أم حبيبة نكاح إذن إيكا قيب قلان على الرسول اللي قلنا نكاحين يسلوات الله وسلامه عليه فلما اكتمل مركو كامل لغضي الجمع جمعي ومركو تذكر بين سوء مهدان حمد النجاسي النجاسي ومهدي الله إلهي ومهدي وأثنى عليه وأمان ثم قال وحن النجاسي عربي ويغانب نعم ويغان إلهي ومهدي ثم وأثنى عليه وأمان ثم قال وحن أما بعد فإن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب مني وحيق ضلبي أن أزوجه إلى الأقوري رملة بنت أبي صفيان فأجبته وأن أجيب إلى ما طلب وأمهرتها قبل وحن مهر أغد لي نيابة عنه أنه نبي النائب كأ أنا قبل مهر كذا بحنا أنه نبي النائب كأ وحن قبل مهر أغد لي 400 دينار أفر بقوله دينار ذهبا وذهبا على سنة الله ورسوله إلهي سنة دي رسولك سنة دي سنة وأساسه قبلها مركي للنكاحين هي وإن الله مقعاب مركة مير الله مقعاب على سنة الله ورسوله ثم قام هو استاقي خالد بن سعيد بن عاص ومركي قوات نكي قوات وكيلة ولا ينسى فحمد الله إلهي ممهدي
واستعان به وكالمسي وصلى وسلم وسلم على النبي ثم قال وحي ما بعد فقد اجبت وان اجيبي طلب رسول الله عليه الصلاه والسلام وزوجته وان اجوري موكلتي مدي سو وكالتي رمله بنت ابي سفيان واجوري النبي وان اجوري نجاشنا هو اقبل يدي وكان وحي ولايته وديبتي خالد بن سعيد خالد بن سعيد بعد قبل دوي نجاشنا هو اقبل يدي النبي هو اقبل انا ابكي قبلت نكاحها له وانا اقبل يدي النبي محمد وانا اقبل ايه فبارك الله الله أبركي أبو يري لرسوله الله أبركي في زوجتي الله أبركي وهنيئا للرملة رملنا وحا أسوناتي بوري يعني فرحات با أسوناتي همبليو بما أحضاها الله به إلهي وحسيه من الخير خير كاو أيضا هل كان نسكجوك ولكن إنك هذا إنكار كاو بلأي أسكد عليه إلهي وحول الله دون إني نبي محمد زوجه النقطة عليه ثلاثة وسلام وأرسل ود يعني عليهما أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان وابنتها حبيبة مرحبا يا سي النجاشي ودي ياري سفينتين ومن سفنه لما الدنيا ذو يعني دنيه تكمده دياري وأرسل وحقد عليه ما دش الله يعني أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان وابنتها قبلها حبيبة ومن بقي عنده من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام آية لما دون يدبو دياري مركا وقدر يا أصحاب النبي إيا زوجتي سي وقدر يا وقدر يا مدينة كما أرسل معه معه رسول قدر يا ضعيفة وقدر يا من الأحباش وي جماعة سلامه آية هي وتملي منه نبي إلي أركانه يعني مرحبا إن به ونكب حسنا أي تضلع منه يعني آية مرحبا أي تمتع به أمدا طويلا نبي إلي كدر قانو أي لما ولا هذا المتبضى هي وصلاة إلي تكدر صلاة خلفه قداش إذا كنت كذا وأمره وحو أمري عليهم دمانتو عن جميعا دمانتو عمر عليهم جميعا جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه يملح أغده وأمر عليهم وملح أغده جميعا جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه ثم أهدا وهديه وأبقر نجاشي إلى رملة أم المؤمنين وحو هديه ولبه يعني مركب نكاح وصلاة أدعى ونكاح سلا أودع لك يعني لك الدرير الروا نجاش وحوس بيجيب على إذا سلا سير كقارقص ونير إلا كلا كعمر كلا دمعي من السبع سنة إلهي وحوى مال هذه نكاح اللي قص بيجي إن دعام الله منوي مركز عنط مشان وكل دوني واحد وشراب يأذون بو يوكينيو وكذي مركز جودة عرس يدي يسوري يدي يصدق جودة يوحي يودني يكل أسرع توليدي فمن نجاش هيا بعيوان مرحبا مركزه قلبي ثم أهداه وهدي إلى رملة الرملة أم حبيب أم المؤمنين هاي جميعا ما عند النساء أو من في ست ليبوا وعيلها وين كيسي وكو أمر مثل أركبه وحال وحطيب قالي أهو أيه ستو ودولو برافولي عطري ألابا كان إيه والورسي وحايا إعلان إيه وحال وحي اللي سمريا هي والعودي إيه والعنبري وحاو ودولو ننوى كما حمله وصده وقوحن باري بعض الهدايا هدية إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هدية فربنا عنا قبل يبقوا ديوه قبل يبقوا ديوه من قبل محاطي فعطر كيدي ذهب كيدي أدون ما كاسوا هدية هدية بضان قبل يبقوا ديوه وحي النبي أبي عليه الصلاة والسلام وكان في جملة ما أهداه النبي وحوها حكم ذا إليه 23 صدح أولوض ما كم ذا أولهم آية تكي إهزال لغة من رواعي عسي الحبشة حبشة أولها إذا إيقاتان كو أروح بلنا فأمسك الرسول صلوات الله وسلامه عليه بواحدة منها مدبو نبو قاتل أما ثانية تيل لبادي وثالثة فأهداهما نبو حوك نسيا لعمر بن خضاب وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليه وقد كان بلال بلال وحوها رضوان الله عليه يمشي بين يدي النبي النبي ورتيس لس عنجري بالعصا التي استبقاها لنفسي مدو نبو رهبتي بلال بأول الجري ومدو مركز سمالها أوتاي جريم أي ويركزها ومد جريه أمام ورتيس إلى قيمة الصلاة صلاة مركز لا قيمة سطر وقدريه وذلك في الأماكن أماكن توي التي لا يكون فيها مسجد ولا بناء يحددان القبلة لا لها يعني بناء إذا كنت تقول يا مساجد يا ماء ما أنا كنت تقول يا هرتيس أنا ولا قيمة سطر وقدريه وفي أسفار النبي عليه الصلاة والسلام مركو نبو سفر كيا وفي العيدين مركو عيدا بنا كنت كني وفي صلاة الاستسقاء وقد ظل بلال وحوها هذه يمشي بها مثل سعوني بين أبي بكر مركو نبي قلت عليه الصلاة أشهدنا أبي بكر ما لوري رضوان الله عليه فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب وإلى عثمان بن عفان
من يعني من بعده يمشى بها يعني مشى بها وحال يسعد بين أيديهما سعد الآية القرضي سعد القرضي نكل إلى هذا أي أشي ولجنة ثم تتابع الخلفاء وإسراء الرعين على ذلك الزمن طويلا زمن ده أربع أشهر لسكت أحلاي وأشي نبقوا لسكت أحلاي أي أشهر يعني هذا السنة هو اللقاطة وخديمكم مركو خدمة آخرنا أيه يعني ذلك يعني علماء أي أشهر لقاطة الله سنة وأشهر سوي وأول هرين من هرين يعني كوكاكوها أم بكورا هين كذلك دمنا أشهر يعني مرجم كاسكو وضط أشهر سنة اللقاطة وأشهر نبقى عليه ثلاثة سلام مرحبا كما أهدى النجاشي والنجاشي سيد أبو هدية للنبي عليه الصلاة والسلام حلية حلية ينبي أسا هدية فيها فيها خاتم نرب يلبس النبي أسا هدية فيها وكم خاتم يعني فرقشي من ذهب ذهب فأخذه وقال النبي وإنه لمعرض عنه آية أصول النبي سيجي سنة ذهب قام دوريني ثم أرسله إلى أمامته أمامه أدري ابنتي بنتي قمدي سات يعني قمدي نشأه زينب زينب قمدي قمدي نشأه أمامه هذا هو النبي هوها أيو ذهب كثير فرقش في ذهب كاول وقال لها وحويري تحلي بهذا يعني اسكو قرحي يا بنية قمدي دي اسكو قرحي هذه نو رقبان رقب ذهب محر تدي سوما قمدي دي اسكو قرحي بنبي كوي وقبيل فتح مكة بقليل يو انت قال النجاشي والنجاشي قولي إلى جوار ربه هو مكة انت على فرين هرتها ذا مكة تنين في دينات على فرتي واحد يركور أيون نجاشي دلتو قيري دي أتمن فدعا الرسول الرسول كوهو يري صلى الله عليه وسلم أصحابة أصحابتي بيسو يري لسلاة عليه إني كنت كذا وقال وحو يري إن أخاكم ولكن أصحابة النجاشية قد توفي والله أرسلين فصلوا عليه كنت كذا جبريل بقوشة قد لن واحد يقال له وشه إنه نجاشي للبيت آه. ثم أما النبي الإمام بقول نقضي فصلوا عليه وكنت كذا صلاة الغائب مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي وسكت كن على قائم قبل النجاشية ولا بعد رضي الله الله كر هذه النقطة عن أصحمة النجاشية وأرضاه الله رالقل وجعل الله كيل جنات الخلد مثواه ماشو كن جانينا جنة اللقوة على جنات الخلد الله كده فلقد قول المسلمين مسلمين توحجي مسلمين السابقين هرية من ضعف ضعيف نبك حجيوي وأمنه وآمن قليه وآمن قليه من خوفهم عبسي وابتقى في ذلك وحقود البيع رنت أيضا مرضات الله إلهي رديه سيه ورسوله بكرة لله رضي الله عنه وارضاه الله سبحانه وتعالى.